التواجد العربي في الولايات المتحدة قديم قدم الهجرة والاستكشاف إلى القارة اللاأمريكية، حيث استطاعت الجاليات العربية أن تحقق في الأعوام المئة الماضية الكثير من النجاح يشهد لها بذلك التاريخ الأمريكي بحد ذاته. ماهر عبد القادر الفلسطيني الأصل الذي أمضى في مدينة نيويورك أكثر من 4 عقود من عمره استطاع أن يحقق إنجازات مهمة في مجتمعه المحلي، ظهرت نتائجها على أبناء جلدته ومكنته من المساهمة في بناء جسور التواصل مع مسؤولي الولاية، بما انعكس ذلك إيجابيا على الجاليات العربية في المدينة التي تعتبر الأكثر تنوعا من الناحية الثقافية والعرقية على مستوى الولايات المتحدة. عندما تخرجت من الهندسة أثرت أني أستمر في الحياة المهنية، بحيث أني اشتغلت مع مؤسسة اللي هي ولاية نيويورك، وأحد أشهر المشاريع اللي قمت فيها اللي هو جراند سنترال مودرنايزيشن، اللي هي تحديث جراند سنترال، عملناها المحطة كمطار، تشبه مطار، فكانت راقية جدا وكلفت حوالي 25 مليون دولار في سنة بين سنة 87 لسنة 90، بمفهوم الأيام هاي أكثر من 200 مليون دولار يعني التكلفة. بعدها انتقلت إلى مؤسسة برضو مع الامتي، مؤسسة الجسور والأنفاق، وهناك تطورت إلى بروجكت مانجر، يعني مارست معهم واشتغلت معهم لمدة 26 سنة. ماهر عبد القادر وعند هجرته إلى الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي أدرك أن بناء حياة ناجحة في مجتمع غربي بعادات وتقاليد مختلفة يتطلب منه الإسراع بوضع اللبنات الأساسية للاستقرار والانخراط في مجتمعه الجديد، وأن يعمل على تفعيل دوره ويحدث الأثر المطلوب، ولا يقتصر دوره فقط على المشاهدة والإدانة والرفض. جاليتنا من الجاليات المبدعة في الساحة الأمريكية، وفي عندها إمكانيات هائلة جدا جدا، حيث أنا ذكرت في أحد خطابات السنة السابقة أنه 28% من الناس اللي هم المهنيين المبدعين في أمريكا، وأعني بذلك المحامين، مدرسي الجامعات، الطيارين، الباحثين، العلماء، هدول الناس 28% منهم من أصول عربية. فهي الشيء يعني شيء العطاء بيقرب الناس إليك، فأنت لما تكون يعني وصلت إلى مراحل وفي عندك إمكانية للعطاء بتلاقي أنه الجالية بتتقرب إليك. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تعترض أبناء الجاليات العربية والإسلامية، إلا أن عبد القادر تمكن على مدى 29 عاما من ترك بصمات كبيرة في تاريخ ومستقبل عاصمة المال والاقتصاد في العالم، ولعب دورا في تخطيط ورسم معالمها من خلال ترأسه لفريق من المهندسين والخبراء، مما انعكس إيجابيا على واقع ومظهر المدينة بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث. حاولنا في بداية الثمانينات لما اجيت هون انه نعمل مع اخرين على خلق اتحاد عام لطلبة فلسطين، وخلقناه ووجدناه، وكان عنده مؤتمرات وكان عنده تواجد في كل الولايات المتحدة الامريكية في المدن وفي القرى والجامعات. بعد الانتفاضة اسسنا شيء اسمه الكونغرس الفلسطيني الامريكي، ما عملش كويس وكان في انتقلت خلافات البلاد لهون، ولكن عدنا ترتيبه في 95، وفي 95 كنت انا من الناس المحظوظين، شاركت الرئيس ابو عمار مع الوفد الفلسطيني في حضور احتفاليه الامم المتحده 50 سنة 95، وكنت ضمن الوفد الفلسطيني. وفي سنة 96 دعيت باسم الكونغرس إلى البيت الأبيض والتقيت بالرئيس كلينتون، وفي 98 التقيت فيه مرة تانية في البيت الأبيض لمدة 29 دقيقة، وفي سنة 2000 كان هو المتحدث الرسمي في مؤتمر الكونغرس في واشنطن، وقال أنا أول رئيس أمريكي في البيت الأبيض، لازلت رئيس وبتكلم في مؤسسة عربية، وهذا تم في سنة 2000. بعدها في 2005 شاركت في مؤتمر البرلمانيين العالميين في الأمم المتحدة مع الوفد الفلسطيني البرلماني الفلسطيني، وبتابع العملية. زرت البيت الأبيض 8 مرات، وقابلت معظم وزراء الخارجية الأمريكان بعد سنة 2000 اللي هم بيميلوا على الديمقراط ما عدا الريبوبليكان اللي هو كولين باول. بنحاول انه نقلب او نعطي انطباع للساس الامريكيين انه القضيه الفلسطينيه قضيه عادله، وان الشعب الفلسطيني شعب له الحق في المعيشه وله الحق في الوجود جنبا الى جنب مع شعوب العالم. تستقبل الولايات المتحدة سنويا أكثر من 1 مليون مهاجر من مختلف العرقيات والإثنيات، ينخرط البعض منهم في بوتقة واحدة على الرغم من اختلاف جنسياتهم ودياناتهم. البعض منهم ينجح والآخر يمضي الكثير من حياته لتحقيق هدفه دون نتيجة.
قصة نجاح عبد القادر وتفوقه لم تقتصر فقط على مجال عمله، بل تركت أثرا واضحة في صفوف جاليته، حيث عمل على تمثيلهم في الكثير من المناسبات التي غالبا ما كانت تعقد في البيت الأبيض ومصنع القرار الأمريكي. وحمل راية الدفاع عن القضية الفلسطينية وتمثيلها في المحافل السياسية الأمريكية الرسمية منها والشعبية، على الرغم من النزعة العنصرية والصورة النمطية السلبية التي تسيطر على قطاعات واسعة من تركيبة المجتمع الأمريكي. فمهمتنا احنا نعطي صورة إيجابية عن الجانب المشرق اللي موجود في الإنسان العربي، لأنه الإنسان العربي إنسان على فكرة مبدع جدا جدا وعنده إمكانيات هائلة. ناس بتيجي من البلاد لا تملك إلا عشرات الدولارات أول ما تصل لهون، في خلال أقل من سنوات بيصير عندها بيت وسيارة وعندها محل وعندها وظائف وعندها، فهذا يعني نوع من الإبداعية اللي مش موجودة عند ناس كتير. فالإنسان العربي إنسان نظيف، مخ نظيف، عنده إمكانيات إذا كانت عنده الفرصة. فمن هون إحنا نحاول إنه نساعد لخلق هذه الفرصة عند الإنسان العربي. مهر عبد القادر يعتبر واحدا من بين اكثر من 3 ملايين مهاجر عربي تركوا اوطانهم بحثا عن مستقبل اكثر اشراقا واستقرارا في الولايات المتحده. البعض منهم صار على اغتنام الفرصه واثبت وجوده وتميزه، والبعض الاخر حمل امراض الامه معه وخطى طريقا مغيرا قادته لمستقبل غير الذي كان يتطلع اليه. لكن النجاح والتميز على الساحه الامريكيه لعبد القادر والكثيرين من المهاجرين العرب لا يغنيهم عن الحنين لارض الوطن وحلم العودة إليه مهما كانت ظروفه وأحواله.